ليلة من أشد ليالي ثورة تشرين، عنفواناً وغضباً، هتافات لم تهدأ ورصاص لم يتوقف، ليجسد المشهد حالة صراع الشعب العراقي مع الحكومة وميليشياتها المجرمة. بدم بارد اغتالت الميليشيات الناشط تحسين أسامة الخفاجي، فما كان من السكان إلا أن يبدأوا مسيرة احتجاجية جابت شوارع المدينة وصولاً إلى منزل المحافظ أسعد العيداني، ونظموا تظاهرات حاشدة طالبت بمحاسبة القتلة ونادت بحرية العراق ورحيل الأحزاب الحاكمة وكف يد الميليشيات. في مشهد أعاد إلى الأذهان بدايات ثورة تشرين والحماس الغاضب الذي بدأه الشباب المتظاهر وإصرارهم على تحقيق حلم الحرية والخلاص. الرد الحكومي والميليشياوي كان بالذخيرة الحية، فأمطرت التظاهرة برصاص كثيف وأطلق عليها قنابل الغاز، ما أدى إلى حدوث حالة اختناق في صفوف المتظاهرين. هذا التصرف الحكومي شكل ردة فعل عنيفة من قبل المتظاهرين، وبدل أن يفلح القمع في هدفه قلب الأمور رأسا على عقب، فإذا بالتظاهرة تكبر وتتسع وتشهد تصعيدا شعبيا كبيرا، بعد أن تبين المتظاهرين أن الكاظم كسابقيه يعتمد العنف في قمع مطالب الشعب. شواهد حية وواضحة على العهد الجديد، ومقدمة تجسد طبيعة التحقيقات التي ستجرى في حوادث قمع التظاهرات، وربما تكون حوادث البصرة الأخيرة فاضحة لحقيقة التغيير الذي وعد به الكاظمي، معرية طبيعته الدموية التي استقاها كسابقيه من منظومة الفساد والإجرام الحاكمة. كلما جاء رئيس حكومة جديد استهل منصبه بالوعود بتحقيق في الجرائم السابقة، لكنه على العكس تماما يضيف إلى سجله جرائم جديدة، وعلى هذه الشاكلة تستمر دوامة العنف والقمع.